ولأول مرة بشوف إرادة حقيقية من رأس الدولة ومن رئيس الوزراء ومن كل أجهزة الدولة بأنها إنها تنهض بالصناعة دي، لأنهم استشعروا تأثيرها وأهميتها. وحتى هذه اللحظة، لم تصنع الدولة شيئا. في ظل رأس الدولة نفسه بيعمل توجيهات ويعني لما تبص تلاقي اهتمام رأس الدولة، لا اقعدوا مع مستشار الأمن القومي واقعدوا تتكلموا معاها عشان تقولوا انتوا بتحلموا بيه واحنا هنعمله لكم، وانا اصدق ان هو قصد كده فعلا. واقعدوا مع رئيس الوزراء مره واثنين وثلاثه، ونقعد في اجتماعات مع رئيس الوزراء ويعمل لجنه اسبوعيه لنهضه صناعه السينما فيها سبع وزارات معنيه، ونطلع توصيات وقرارات وحتى هذه اللحظه لم نتحرك خطوه للامام. والبيروقراطيه المصريه والدوله مش عايز اقول كلمه الدوله عليكم بس كلمه سخيفه، بس ميكانيزمات الدوله اللي موجوده بتحبط اي انجاز. يعني لما تيجي يستصدر رئيس الوزراء قرارا بحضور سبع وزراء بنقل اصول السينما من وزاره الاستثمار ورجوعها لوزاره الثقافه، وحتى هذه اللحظه ما ترجعش، وافاجئ ان المستشار القانوني بتاع رئيس الوزراء اشرع على الورقه اللي جايه من وزيرين اسمهم وزير الاستثمار ووزير الثقافه مرفوع على رئيس الوزراء عشان يستصدر بها القرار بنقل الاصول، هنلاقي ايه؟ المستشار القانوني رجع كل الكلام ده كله لنقطه الصفر بالمره اخرى، وعمل تاشيره في منتهى العجب بيسال هل صحيح ينفع نقل الاصول ولا لا؟ يعني كلام عجيب جدا. الاصول دي ملك وزاره الثقافه ووزارة الاستثمار بديلها فقط ايام ما اتحولت الاصول دي لوزاره قطاع الاعمال تمهيدا لبيعها، والحمد لله ان كان في رجاله في مصر عرفوا يقفوا قدام بيع اصول السينما اللي دي يمكن نجح من الحاجات اللي نجحوا فيها في عصر مبارك، وخافوا يبيعوها نظرا للصوت العالي بتاع الفنانين او السينمائيين تحت السبوت، فممكن يعملوا قلق كبير، فقالوا ما يستاهلش القطاع ده نبيعه دلوقتي خلوه في الاخر. فلما خلوه في الاخر الحمد لله الثوره كانت، فما لقوش يبيعوه. فالاصول دي موجوده في وزاره الاستثمار بتديرها بقى لها اكثر من 20 سنه، بتخسر خسائر هائله لانها لا تملك تدير فقط، فما تقدرش تيجي على سينما كبيره مثلا وتقسمها سينمات، ما تقدرش تطور لان الاصول مش ملكها هي بتدير فقط. فما بين الاداره والملكيه ضاعت السينما المصريه، فاستصدرنا قرار برجوع الاصول دي لوزاره الثقافه. كلام بسيط جدا، ولا احنا اخذناها خصصناها، ولا احنا بناها مستثمر، ده احنا بنرجعها للدوله برضه، يعني من الدوله للدوله. هذا القرار بقى له اكثر من 7-8 شهور لسه قيد التنفيذ ولم يحدث. فانا حزين جدا ان لو كانت اراده الدوله زي زمان ضد السينما اصلا، وكانت يعني الدوله في عصر مبارك على مدار 30 سنه كانت بتكره السينما، وكانت شايفه ان السينمائيين باعتبارهم ناس افكارهم حره لا يتلقوا تعليمات معظمهم يعني، فدي لا تكرس لبقاء الحاكم بالحكم، ولا تكرس لبقاء حسني مبارك على الكرسي، كانت قرارات دي انا هدعمها. فقعدوا يخرجوا السينما، بل كمان كانوا بيصدروا اجراءات او قرارات او حتى قوانين تصب في خانه خلق صناعه السينما. الان اجد ان نفس اللي بيحصل ايام مبارك هو برضه اللي حصل حتى هذه اللحظه، ولا يتحرك احد. الاراده موجوده، وده اللي عجيب، ده تنصب انا مش قادر افهمه. هل قبل كده الروتين والبيروقراطيه المصريه والفساد الاداري والمؤسسي والدوله العميقه والحاجات دي قبل كده اقوى من رئيس الجمهوريه واقوى من اراده الناس؟ مش عارف ازاي. يعني لو انا مش مصدق الراجل اللي هو رئيس الوزراء لما اصدر قراره ببعض الاصول، هقول لك والله ده كان بيماطلني، لكن انا والله مصدقه 100%. ملوش مصلحه اصلا انه يقول لا، يعني ولا في حد له مصلحه انه يقول لا. بس حتى في لحظه في الاصول انا بديك مثال واحد للملفات بتاعه السينما. ده كل حاجه في مصر دلوقتي. يعني ده اللي انا شايفه. عشان كده انا لا عارف اقول لك، انت عارف والله لو انا والله وانا يعني اتحاسب على هذا القسم يوم الدين، ان انا لو عارف ان الرئيس من جواه ده بيقول لنا الكلام ده هو مش صادق، هقول ماشي الكلام ده مبرر.
رئيس الوزراء مش صادق وكان بيعمل لنا كده بس عشان يعني يضيع وقت، هقول ماشي. لكن والله انا مصدق الاثنين، لكن حتى زي لحظه مش هتعمل.